هدف الانتخابات هو الناس، هذا ما أكد عليه تيمور جنبلاط خلال رعايته افتتاح دورة المعلم الشهيد كمال جنبلاط في الشوف بدعوة من مفوضية الشباب والرياضة ووكالة داخلية الحزب دائرة الرياضة، وذلك في القاعة الرياضية في مدرسة العرفان التوحيدية في السمقانية. الاحتفال حضره إلى جانب جنبلاط رئيس مؤسسة العرفان الشيخ علي زين الدين وحشد من الفعاليات السياسية والحزبية، وتخللته عروض رياضية للفرق التي تشارك في الدورة من مختلف المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في الشوف، إضافة إلى الجامعات الخاصة والأندية الاتحادية.